اولا مفيش تغيير في الجهاز الفني والاداري والطبي، خضرنا محمد صلاح رايح جاي، بس المره دي جاي واحد بقى خلاص، ايمن طاهر رايح جاي المره دي الحمد لله قاعد، حماده رايح كده قاعد الحمد لله، يعني في ثلاثه مين تاني انا نسيت، البطراوي موجود الحمد لله. اي حد يتكلم عن ان في مدرب عام جاي او في تغيير في الجهاز كلام مش مظبوط. كبت العقد بشفافيه 48,000 دولار، كلام واضح؟ الراجل هياخد المبلغ 48,000 دولار حلال عليه، وجاي مساعد مدرب برتغالي هيبقى مساعد لمحمد صلاح، يعني احنا برضه بنحب نحط ايه كل حاجه في حدود عشان ما يحصلش مشاكل. يبقى عندنا مدير فني البرتغالي، عندنا بيترجم له التدريبات مش كده؟ من تقريبه مصر صبح زي بعض ماشي قلت لك الجهاز كله ما شاء الله اسماعيل وايمن وعلى انا نسيت على فكره معلش على احسن هل تفتكر ميه النار خلتني لا مركز ولا شعره من راسي يا كلاب اتهزت يا عصابه اجراميه مكانكم سجن ان شاء الله ان شاء الله.